حكاية ديك القرية. مرحبا بكم يا أبنائي وبناتي، سأقص عليكم حكاية ديك يعيش في القرية وهو المكلف بإيقاظ الناس في الصباح الباكر. كان لأهل القرية ديك نشيط، يستيقظون كل صباح باكرا على صوته الجميل إلى أن كبر ولم يعد يقوى على الصياح. وحين رأى الديك الصغير أباه لم يعد قادرا على القيام بعمله، قال له: استرح يا أبي، أنا أقوم مقامك في إيقاظ أهل القرية. قال الديك الأب: إنها مسؤولية كبيرة يا ولدي. قال الديك الصغير: وأنا قادر على القيام بهذه المسؤولية. وفي الغد قدم الديك الكبير ابنه لأهل القرية، فأوصوه بأن يكون في الموعد مثل أبيه. عاد الديك الصغير مزهوا بنفسه، فبقي طوال الليل مستيقظا، ولما اقترب الصبح لم يستطع أن يقاوم النوم، فنام وهو يحلم بحبوب القمح الكثيرة. لم يسمع سكان القرية صياح الديك الصغير، فتأخروا عن أعمالهم. توجه سكان القرية إلى الخم، فوجدوا الديك الصغير نائما. لماذا لم تستيقظ باكرا لتوقظنا؟ هرع الديك من مكانه مذعورا وكله خجل على تفريطه في وعده، وقال: سامحوني، لم أنم باكرا، لن يتكرر هذا الأمر. قال شيخ القرية: ما زلت صغيرا أيها الديك، ونحن نقبل اعتذارك، فمن الأخطاء نتعلم. عزم الديك الصغير على أن يكون في الموعد في الغد مع أهل القرية، ولم ينس أن يعتذر لأبيه عن تفريطه في مسؤوليته، ووعده بأن يكون مثله. وفي المساء نام الديك الصغير باكرا، وقبل بزوغ نور الفجر كان واقفا على ربوة صغيرة يصيح بأعلى صوته: كوكوكوكو كوكوكوكو. ظل الديك الصغير يصيح، وأهل القرية يخرجون إلى أعمالهم ويمرون من أمامه يشكرونه على عمله الحسن. ومنذ ذلك اليوم لم يتأخر الديك الصغير عن موعد إيقاظ أهل القرية، وهو سعيد بالقيام بعمله.